لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفنا من بنغازي السيد أحمد المهدوي الكاتب والمحلل السياسي، على أن ينضم إلينا بعد قليل من لندن السيد عبد العزيز غنية الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد مرحبا بك معنا. بداية، هذا التوافق على آلية اختيار المناصب التنفيذية إلى أي مدى فعلا يمهد الطريق للوصول نحو حلول أوسع وأشمل في البلاد؟ أهلا وسهلا. نعم، التوافق الذي حدث الأيام السابقة ما بين أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الليبي، سواء كانت في مدينة بوزنيقة المغربية أو حتى من هم ضمن لجنة حوار تونس 75، ما يدل على أن هناك رغبة قوية الآن لدى الأطراف الليبية لإنهاء هذا الانقسام والتشرذم السياسي، لا سيما وأن يعني المنتدى الحوار قد أقر فعليا آلية اختيار شاغلي المناصب سواء كان في المجلس الرئاسي أو الحكومة، ولكن ما يتحدث عليه الآن هو ما يحدث في بوزنيقة التونسية هو المغربية عفوا، هو من سيشغل المناصب السيادية السبع التي المنصوصة في المادة 15 من اتفاق السخيرات. وهنا لا يجب اللغط ما بين يعني من سيشغل منصب رئيس الرئاسي او رئيس الوزراء، لا يشمل استبعاد لمن هو موجود حاليا في السلطه التنفيذيه، لان من يتم استبعادهم هو ما يخص المناصب السياديه السبع المنصوص عليها في الماده 15 من اتفاق السخيرات، لا سيما هناك اسماء مطروحه لشاغلي مجلس الرئاسي او رئيس الحكومه القادمه. هناك أشخاص فعليا هم في السلطة من بينهم المستشار عقيلة صالح وفتحي باشاغا وكتر، يعني أعتقد بأن ما يقصده مجتمعو بوزنيقة هم من سيكون محافظا لمصرف المركزي أو من سيكون رئيس لهيئة الرقابة والفساد وغيرها من المناصب السبع المنصوص عليها في المادة 15. ولكن في مجمل الحديث أن ما يتم التواصل عليه الآن أو المبادرات المطروحة ما بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تدل على أو أن الطرفي المجلس النواب والأعلى للدولة منفتحين أكثر من ذي قبل على الأزمة الليبية ويريدون كسر الجمود المحلي، لا سيما وأن البعثة الأممية مصرة هذا في هذه الأوقات على أن تستثمر الهدوء النسبي في الهدنة العسكرية أو النجاح النسبي في المسار العسكري حتى لا يعكر أي شيء صفو يعني اتجاه المسارات المنطلقة الآن. نحن نتكلم عن مسار عسكري، مسار سياسي، وأخيرا مسار دستوري في مدينة الغردقة المصرية، كلها في مجملها يعني تبدي ارتياح الجميع مما سيتوصل إليه الليبيون فيما لو استمرت على نفس الوتيرة لإخراج البلاد من التشرذم والانقسام السياسي. بتصورك سيد أحمد، كيف وصلت هذه المحادثات المستمرة منذ أسابيع إلى هذه المرحلة من الاختراق والتوافق؟ ما العوامل التي دفعت إلى جسر الهوى لنقل بين الأعضاء الحاضرين؟ هو ببساطة يعني الموضوع كان أبسط من ذلك بكثير، ولكن التعنت اللي كان يعني في تلك الفترة ما بين النخب، للأسف يعني النخب السياسية الليبية هي من أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، والبعثة الأممية في كل هذه الفترة إلى الآن هي ما هي تدير حوار ما بين هذه النخب، ولا يعني تريد حلول أو مسائل إرضائية للنخب السياسية وليست حلول أو إنقاذ للشعب الليبي. ما أوصل الليبي أو النخب السياسية أن تتوافق فعليا هو مخاوفها من أن يعني لا تكون في خارطة الطريق القادمة أو أن يسلب منها الامتيازات اللي كانت موجودة لديها، إضافة إلى مخاوفها مما ستؤول إليه يعني المساءلات فيما بعد إذا كان في مساءلات قانونية أو حتى يعني مطالبة بالتحفظ على الأموال أو الأملاك، كلها أمور يعني تأتي في الحسبان. ولكن في مجمل الأمر أدرك الجميع بأنه لا وقت لأن يتعنت الليبيون، وعليهم أن فعليا أن يقدموا قليلا من التنازلات، ورأينا هذه التنازلات اللي قدمت من جميع الأطراف الليبية وهو شيء يفرح الجميع بأن الآن المسألة أصبحت مسألة وطن، نكون أو لا نكون، الوطن الآن في يعني في حالة الضياع إذا لم يتنازل النخب السياسية والأطراف المتحاورة يعني ولو قليلا سيضيع هذا الوطن، وهو الآن أثبت الجميع بأنهم فعلا يريدون الوطن أن يعود من جديد، لتعود سيادته، تعود هويته، وهو ما رأينا. وببساطة يعني اللي آلت الأمور إليه أو ما جعل الأمور تؤول إليه هذا هي الجلوس وطرح الأفكار وتبادل الحوار ينهي كل شيء، فكان لابد منا نحن منذ مدة يعني كان لابد من الليبيين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات، ولكن رأينا أن الحرب دخلت وحالت ما بين المتحاورين، وأما يعني الآن الحمد لله عاد الليبيون وجلسوا
موضوع كان بسيط جدا، صحيح. ولكن للأسف يعني هناك من كان يستثمر في الفوضى وحاول إدخال ليبيا في نفق مظلم أكثر من ذلك. مخاوف الطبقة السياسية التي أشرت إليها سيد أحمد، وهي ما أفضت وفتحت المجال أمام هذه التوافقات التي نرى ترجماتها بلغة الأرقام، نرى بأن غالبية الحاضرين في هذه الجلسات للحوار صوتوا على هذه المقترحات الأممية، لا سيما بما يتعلق بآلية اختيار المناصب التنفيذية، نرى بأن أكثر من 70% من الحاضرين صوتوا بالموافقة. إلى أي مدى تعني هذه الأرقام بأن التوافق فعلا صلب وحقيقي وبالإمكان الوقوف والبناء عليه للذهاب أبعد؟ نعم، هو ببساطة جدا هناك يعني تحالفات جديدة حدثت في داخل منتدى الحوار السياسي، سواء كان في تونس أو حتى بين أعضاء مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لكسر الجمود السياسي ما بين أو المحلي ما بين الأطراف الليبية، لا سيما وأن كيف ما قلت أنت توصلنا إلى الرقم أو نسبة 70%، وهو كان رقم صعب جدا أن نصل إليه فيما سبق، لأن الكل كان يريد أن يحتفظ بمكاسبه اللي موجودة إليه الآن. ولكن لو نأتي ولو بقليل نرجع للخلف بإدارة غسان سلامة السابق للبعثة الأممية، نجد أن الرجل لديه ملفات، لديه أرقام بالفساد الذي يعني يشمل النخب الليبية، أو حتى يعني الرجل وصفهم بأنهم يعني في ليبيا كل يوم يخرج ملياردير، ووصفتهم السيدة ستيفاني بوجود الديناصورات، يعني هناك دلالة على أن ملف الفساد كبير جدا. فأعتقد بأن النخب السياسية الآن اللي هي اللي للأسف تصدرت المشهد السياسي منذ عام 2011 إلى الآن، وهي التي عجزت كليا عن إخراج ليبيا من نفق أو من 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 الأزمة اللي هي موجودين فيها الآن، ووصلتنا إلى الانسداد السياسي، وهم مخاوفهم أن يفضح هذا الملف وأن يخرج، وأن البعثة الأممية قد لا تصبر كثيرا وصبرها قد ينفد وتخرج هذه الملفات للصحافة، وأنت أدرى بما سيحدث بعد ذلك عند خروج هذه الملفات. فأعتقد بأن كل هذه الأمور أثرت فعليا على النخب السياسية بأن يقدموا قليلا من التنازلات، إضافة إلى الخوف من المجهول مما تكون إليه إدارة جو بايدن، الكل تخوف منها بما فيهم تركيا نفسها، الذي يعني رأينا خفيض في وتيرة خطابها السياسي تجاه ليبيا، عودتها إلى الحضن الأوروبي ومحاولة التودد إلى الاتحاد الأوروبي، فما بالك بالمحليين الليبيين. أعتقد بأن الأمر يعني متشابك في 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 جميع الأحوال يعني. جميل، تفضل بالبقاء معي سيد أحمد للمزيد من النقاش. ينضم إلينا الآن من لندن الدكتور عبد العزيز غنية، الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد العزيز، مرحبا بك معنا. إلى أي مدى هذه التوافقات الطالعة من جلسات الحوار الليبي تشي ربما بأنه هذا المسار وصل إلى نقطة لا عودة للوراء والتراجع؟ الأمم المتحدة، أشكرك سيدي على الاستضافة، والتحية إلى ضيفك الكريم. حقيقة يعني التكتيك الذي استخدمته الأمم المتحدة في عزل المسارات وتحقيق خطوات على مسار دون الآخر، وأعتقد أهم نقطة اليوم ليست جديدة ولكنها قديمة، هي التي ضغطت على تقديم التنازلات والوصول إلى بعض الاتفاقات الآن التي نراها الآن منبلجة من بوزنيجا أو من لجنة الدستور في القاهرة أو في اجتماع 75 حوار سياسي اللي تقود الأمم المتحدة، وهي موضوع الانتخابات وموضوع أن الجميع سيفضى على قارعة الطريق، أقصد هذه الكتل السياسية المختلفة. الاتفاقات الجديدة التي تحاول أن تزيح كل الشخصيات الجدلية الموجودة الآن بالمشهد الليبي أيضا أنضاف ثقل آخر، وبالتالي حقق نوع من المرونة من الأطراف السياسية الليبية المختلفة. طبعا ليبيا اليوم ما زالت بإدارة الأمم المتحدة، ما زالت ملف صغير يدار حسب اللاعبين الكبار بحوض البحر الأبيض المتوسط. الإدارة الأمريكية الجديدة وتعاملها مع الملف الروسي التركي الأوروبي الذي تدور معاركه أو تخاصماته على الأرض الليبية. ليست ليبيا ملف أساسي في الإدارة الأمريكية ولن تكون ملف أساسي، ولكن ستكون ضمن تسوية شاملة ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط والمصالح الجيوستراتيجية الأمريكية. وسأذهب لهذا المحور بعد قليل سيد عبد العزيز، لكن قبل ذلك إذا تكرمت، حين تدخل هذه التوافقات التي نتابعها حيز التنفيذ وتذهب كما نفهم لجنيف وتبدأ عمليات الترشيح والدفع
هذه الأسماء التي تتولى هذه المناصب، هل الضمانات كافية إزاء عدم إعادة تدوير الوجوه والشخصيات الحاضرة؟ هل من ضمانات كافية فعلا وفق المؤشرات على الدفع ربما بطبقة جديدة بوجوه جديدة؟ لا أعتقد ذلك حقيقة. كل الوجوه الآن الموجودة، حتى أنك أنت تضع الليبيين أمام مجموعة معينة يتم الاختيارها من ضمن يزكيها مجموعة 75، من اختار مجموعة 75؟ يعني نحن في يعني أحاول أن أبحث عن لفظ باستثناء لفظ المهزلة، يعني أحاول أن ألطف اللفظ على هذه المسألة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. يعني 75، يعني إذا كان في شخصية ليبية قد تكون جيدة تترشح إلى مجلس الرئاسي أو المجلس أو الحكومة، ما لم تكن تعرف شخص من 75 فلن تترشح ولا بد أن تتحصل على الموافقة. يعني هي عبارة عن محاولة محاصصة ولوي ذراع وإيجاد شروط مجموعات على بعضها. في الوقت الذي فيه توافق سياسي أو حتى شروط سياسية لن ترضي كثير من الوطنيين الليبيين، ولكن للأسف الشديد هذا هو ما موجود في الصحن أمامك، أن تأكله أو لا تأكله، للأسف الشديد ستجبر على أكله. هناك ظاهرة أخرى تنبي بأن هذه كل هذه المفاوضات ربما تنهار على بعضها. الصراع الدائر اليوم داخل العاصمة طرابلس ما بين تيار يقود داخل الإسلام السياسي وداخل الميليشيات التي تسمي نفسها بالتوار وعليها لديها الشرعية التورية بأن تحكم وتصول وتجول في الغرب الليبي في منطقة طرابلس. هناك صراع ما بين مجموعة الصادق الغرياني وبين مجموعة الإخوان المسلمين، الفضائح، استخدام أموال الزكاة، تعرية مذابح بعضهم وتعرية نقاط ضعفهم وكيف يتكالبوا وتحالفوا ضد الجيش الليبي، كيف تحالفوا ضد الليبيين أنفسهم والشعب الليبي بحيث أنهم لم يسمحوا للقوات المسلحة واستحضروا المرتزقة واستحضروا الذئاب العالم تركيا وغيرها من أجل أن تبقى داخل طرابلس. هذا ينبي بانهيار أيضا الاتفاقات. تظل المعضلة الأخرى الأكثر وهي معضلة السلاح ومعضلة الميليشيات. هل سنرى حتى لو حدثت حكومة وتم توافق وانتخب أشخاص، هؤلاء الأشخاص الذي هل سيتمكنون من طرابلس؟ خاصة نحن نرى أن المجلس الرئاسي ما زال يصدر في قرارات تبع مجموعة من الميليشيات وتبعيتها للدولة وغيرها من هذه الأشياء. أم سيتنازلون مثل ما تنازل السراج في 2016 لشروط الميليشيات والسلاح الغالب في طرابلس؟ هذه ستنبئنا بها الأيام رغم أن الصورة السوداء. أسئلة تظل عالقة لا شك بما يتعلق بهذه الجوانب على الأرض، السلاح والميليشيات وكذلك التدخل العسكري الخارجي. وهنا أذهب للسيد أحمد المهدوي. سيد أحمد، هنا تأتي الإشارة للأطراف الإقليمية لا سيما لتركيا. بتصورك التحولات على الساحة الدولية، قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، الاستدارات التي نتابعها كذلك في السياسة الخارجية التركية، إلى مدى بالإمكان القول بأن هذه العناصر دفعت خلال الأيام القليلة الماضية مسار الحوار الليبي للأمام؟ نعم، هو بطبيعة الحال انعكست يعني إدارة استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارته انعكس فعليا على الملف الليبي. رأينا أن تركيا تتعامل مع الملف الليبي الآن بحذر، ليس مثل يعني دي قبل. يعني تركيا كانت من قبل تتحرك وتصول وتجول في غرب ليبيا وكأنها أيالة من أيالة الدولة العثمانية. يعني رأينا الزيارات المكوكية ما بين وفدي الوفاق و الحكومة التركية، إضافة إلى أن تصريحات جو بايدن ومستشاري جو بايدن نصحوه بأن يتعامل بحذر وأن تركيا ليست بالحليف الاستراتيجي يعني بمعنى آخر على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في تعاملها مع تركيا، وهو ما جعل كما قلت سابقا أن تركيا تحاول أن تلقي بنفسها في أحضان الاتحاد الأوروبي وتترك الملف الليبي ولو قليلا. رأينا هناك حدثت بعض المناوشات، تحريك لبعض الحشود على خط التوتر أو خط النزاع في منطقة سرت الجفرة، محاولة أن تستعرض عضلاتها وأننا ما زلنا موجودين وأن القوة العسكرية الداعمة لتيار الإخوان المسلمين موجود، محاولة منها تضغط على من هم متحاورون الآن في تونس أو في جنيف وغيرهم بأن يعطي حصة لتيار الإخوان المسلمين، كون أن هذا التيار لديه قوة وهي القوة التركية. وأنا أؤكدها من مخاوف الدكتور عبد العزيز، فعلا فيما لو دخلت العاصمة في صراع ما بين عملية صيد الأفاعي اللي أطلقها باشا آغا وما بين ما يقوم به فايز السراج، ستنسف كل هذه الجهود اللي ترسع عليها البعثة الأممية. ولكن السيدة ستيفاني تعي ذلك جيدا، وقلت لك تحاول استثمار الهدوء وأن يعني تسرع
في وتيرة المحادثات بأن تخرج يعني خارطة الطريق بأسرع وقت ممكن حتى لا يفسد عليها المشهد. أيضا مخاوفها من أن يستلم كوبيتش الملف رسميا وأن ينسف جهودها السابقة كلها. أعتقد بأن الملف يتخذ وتيرة سريعة جدا وتحاول ستيفاني أن تستثمر هذا. نعم. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من بنغازي السيد أحمد المهدوي الكاتب والمحلل السياسي من لندن، أيضا الدكتور عبد العزيز غنية الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.